الجزائر عندنا حوالي 25,000 مريض جزائري عندهم قصور كلوي مزمن، راهم يتعالجوا بتصفية الدم. وعندنا حوالي 10,000 جزائري مريض بالقصور الكلوي المزمن اللي ما عندوش متبرع، دونك راه يستنى في عضو من انسان متوفي دماغيا. دونك عندنا 10,000، حوالي 10,000. ولازم نعرفوا باللي ثاني عندنا 1560 مريض جزائري عملنا لهم زراعه كلى وراهم عايشين بكليا، عايشين ولاباس عليهم. دونك لازم 5,000 متبرع ميت، 5,000، لان كل متبرع يعطي كليتين ويعطي كبد ثاني. دونك عندنا رانا نستناو في 5,000 متبرع، بصح ميت مش حي، ميت صادر يتبرع بعد الموت.